نعم، هذا أثر أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أنه يقول يعني ما من مرض أحب إلي من الحمى، لأن الأمراض كثيرة، فهو يرى بأن الحمى هذه أحب الأمراض إليه، كون هذه الحمى ما تترك مفصل إلا ودخلت، ما تترك مفصل من جسده إلا ودخلت، ودخول هذه الحمى إلى مفاصل الإنسان هي تنقية وتطهير لذنوبه وخطاياه. ولا يخفاكم بأن كتب على ابن آدم حظه من الزنا، يعني العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واليدان تزنيان وزناهما البطش، واليدان تزنيان وزناهما المشي إلى الأمور المحرمة، والفرج أيضا يزني، والقلب يتمنى، هذه كلها ذنوب وآثام، ولذلك الحمى تأتي لتكنس هذه الآثام وهذه الخطايا وتخرجها عن بدن الإنسان فيصبح طاهرا نقيا. فكان أبو هريرة يعني يقول أحب ما من مرض أحب إلي من هذه الحمى. وتذكرون حديث المرأة الأنصارية التي دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي ترتعد من الحمى، قال ما لك يا أم فلان؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. فنهاها النبي عليه الصلاة والسلام عن سب الحمى، وبين بأن الحمى تنقي الإنسان من الذنوب ومن الخطايا.